عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. ومنورني وشرفني النهاردة اتنين من نجوم طبعا منتخب مصر لكرة اليد ونجوم نادي الزمالك اللي تألقوا بشدة بالتأكيد. منورني في البداية أكرم يسري، منور الدنيا أكرم. أهلا بك يا نيرة، منورة طبعا. أول مرة نبقى مع بعض في حلقة واحدة وده شرف ليا يا فندم. لا ده شرف ليا والله. لا ربنا مبسوط جدا يخليك طبعا، إن شاء الله تبقى حلقة حلوة يعني. يا رب ان شاء الله. ومنورني طبعا مازن رضا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، منور الدنيا مازن. بنورك ربنا يخليك. سعيده جدا تواجدك والله معايا. وانا احنا اول كمان. مره ولا لا؟ لا لا تاني مره. اه تاني مره، تاني مره. صح كده. اكرم اللي اول مره معايا. منورين الدنيا. طيب في البدايه اكرم انا ببارك لك طبعا على الفوز بالبطوله الافريقيه والتاهل للاولمبياد. الله يبارك فيكي طبعا. في الاول الصراحه البطوله كانت صعبه قوي، تجهيزات خصوصا بطولة أفريقيا يعني مؤهلة الأولمبياد كمان، كان في تجهيزات كبيرة قوي من الفريق ومن الجهاز الفني وسفريات ومعسكرات. وكمان هي بطولة أفريقيا المؤهلة الأولمبياد بتفرق كتير عن اللي هي اللي قبليها، النسخة اللي قبليها صحيح اللي هو بتبقى مؤهلة لكأس العالم. عملنا تجهيزات لمباراة تونس بالذات يعني من مثلا شهر 9 ابتدينا نجهز الكلام ده، اللي هو حوالي 4 شهور او 5 شهور. بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا في الاخر وطلعنا بشكل كويس قوي يليق بالفريق منتخب مصر الهاندبول. اكيد والحمد لله.